هل ورقة عمل المهندس الصغير رقم 1 في الكتاب المدرسي صفحة 36 والخاصة بدرس نظام تشغيل النواتج؟ والمطلوب منا وضع دائرة حول الأجزاء التي يتحكم بها نظام التشغيل. نشاهد أمامنا الصور التالية: صورة لطابعة وهي من مكونات الحاسوب، صورة لقلم وهي بالطبع ليست من مكونات الحاسوب، صورة لأيقونة الرسام وهي من مكونات الحاسوب البرامج، وصورة لكرة وهي بالطبع ليست من مكونات الحاسوب، وصورة لشاشة وهي أكيد من مكونات الحاسوب. وسنقوم باختيار أو وضع دائرة حول الطابعة والتي هي من مكونات الحاسوب، الرسام والذي يعتبر برنامج من برامج الحاسوب، والشاشة والتي هي من مكونات الحاسوب. بالسؤال الثاني، شغل جهاز الحاسوب ثم ضع علامة صح أسفل الصورة المناسبة التي يكون الحاسوب فيها فعال. لدينا صورة لشاشة مغلقة وبدون نظام تشغيل النوافذ، ولدينا صورة لشاشة أخرى بها نظام تشغيل النوافذ، والإجابة الصحيحة هي هذه الصورة، نضع صح تحتها، وبذلك نكون قد انتهينا من حل ورقة العمل.